أيضا للمزيد من المتابعة عن تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي نتابعها مع ضيفي عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. بشكل عام يعني إن كنا نتحدث عن هذه الدراسة اللي بتتعلق بمحو تقريبا 18% من الناتج المحلي، يعني خلينا نفهمها أكتر من حضرتك يا دكتور. طبعا التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية بشكل كبير، حتى أن منظمة الفاو اللي هي منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة قالت أنه بسبب التغيرات المناخية وظاهرة التصحر هيكون هناك انخفاض في حجم المحاصيل الزراعية لأكثر من 33%. ده يعني ببساطة أنه حركة السلع والمنتجات الغذائية على مستوى العالم بتتأثر سلبيا ومن ثم بيرتفع ثمنها. طب ده نتيجة ايه؟ احنا كلنا شايفين طبعا التغير في المناخ والجو سواء كان في مصر او في كافة دول العالم. احنا اول مرة نشوف بعض الدول الاوروبية درجات الحرارة فيها تصل الى اكتر من 40%. احنا شفنا انجلترا، شفنا فرنسا، صحيح. شفنا المانيا وصلت درجات الحرارة. طبعا ده بيأثر سلبا على المحاصيل الزراعية، بيأثر على فكرة ان يكون هناك تصحر، حتى انه جفاف بعض الانهار، حتى وجود حريق في الغابات، كل ده تأثيراته سلبية. طب هينتج عنه ايه؟ هينتج ان المعروض من السلع الغذائية او المنتجات والمحاصيل الزراعية هينخفض، وده بالطبيعة مع وجود زيادة في عدد الطلب ووجود زيادة عدد السكان على مستوى العالم، فده معناه ارتفاعات يعني حتى في اسعار السلع والمنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية. واللي هيتجه ايضا الى انه بعض الدول هتتجه انها تقلل عملية التصدير. يبقى الاشكالية كمان ليست فقط في عملية ان انا السعر عالي، لا ده كمان انه بالاضافة للسعر انه زاد وعلي، لا ده انا ما عنديش القدرة ان انا استورد حتى لو معايا السيولة المالية. وده شفناه، يعني احنا شفنا الهند امتنعت عن تصدير القمح والسكر، ايضا دولة زي اندونيسيا امتنعت عن تصدير زيت النخيل، وكثير من الدول على مستوى العالم. احنا في عندنا 28 دولة على مستوى العالم اوقفت تصدير المواد والمحاصيل الزراعية بشكل كبير جدا، خاصة اللي ما يطلق عليها السلع استراتيجية، القمح، السكر، بعض المنتجات الغذائية بشكل كبير، نتيجة تخوفها انها عايزة تغطي احتياجاتها الخاصة قبل ان تقوم بعملية التصدير، وبالتالي هيبقى عندنا اثار سلبية في هذا المجال بشكل كبير. يبقى العلاج بتاعه ان الدول العالم تتجه الى زيادة طبعا الرقعة الزراعية المتاحة لديها، تتجه الى الزراعة او تغير اساليب الزراعية عشان تتناسب مع التغيرات المناخية الموجودة، بالاضافة انه ما تم الاتفاق عليه في كوب 27 وما تم الاتفاق عليه في كوب 26 في اللي عقدت في سويسرا وكوب 27 عقدت في شرم الشيخ، نعم. انه يكون هناك توجه من العالم انه يحل هذه الازمه، خاصه الدول الصناعيه، لانها سبب هذه الازمه هو زياده التلوث البيئي الانبعاثات الكربونيه اللي بتصدر بشكل مخيف من الدول الصناعيه، وعلى اثرها طبعا الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه والصين. إلى أي مدى هذه الدول أيضا متضررة دكتور عبد المنعم؟ يعني هي الإشكالية كانت تتعلق بأن الدول العظمى تقلل من انبعاثاتها الحرارية وأيضا تعمل على تعويض الدول النامية لخسائرها بسبب التغيرات المناخية، ولكن الحقيقة أن الدول الكبرى مستمرة في سياستها اللي بتتعلق بضد التغير المناخي حفاظا أيضا على الجانب الآخر على اقتصادها وأعمالها، ولكن إلى أي مدى هي أيضا متضررة من التغيرات المناخية؟ يمكن العالم في يعني نقول من 5-6 سنوات او من 8 سنوات لم يكن يدرك ان ازمه التغيرات المناخيه قد تصيب العالم ككل وليست تصيب كدوله معينه. يمكن احنا شفنا في 2016 لما ترامب خرج من اتفاقيه التغيرات المناخيه واتفاق باريس بشكل يعني كان فاضح، وثم رجع تاني مع بايدن ان يدخل في هذه الاتفاقيه من جديد. دول العالم خاصه الدول الغنيه، الدول المتقدمه اللي هي سبب هذه الكارثه، لم تكن تلتفت بشكل كبير إلى هذه القصة، وبالتالي النهاردة أصبح العالم كله يصاب. يعني النهاردة ليست المشكلة في الدول الفقيرة والدول النامية سواء كانت في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولكن كافة دول العالم. إحنا شايفين حركة السلع الغذائية على مستوى دول أوروبا النهاردة بيبقى فيه تقيد، وأيضا
التغيرات المناخية جاءت أيضا مع أزمة زي كوفيد-19، جاءت مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه الأزمات كلها نتج عنها أزمة غذاء على مستوى العالم. نعم. إحنا بنتحدث عن أنه نسبة الجوع، يعني المعدلات والمؤشرات العالمية بتقول أن نسبة الجوع زادت، نسبة الفقراء على مستوى العالم زادت، نسبة الدول التي لا تحظى بالحصول على حقها الكافي من الغذاء زادت لأكثر من 84 مليون مواطن على مستوى العالم لا يحصل على حقه ونصيبه العادل في الحد الأدنى من الغذاء، وبالتالي كل ده هيؤثر على حركة العمل، هيؤثر على حركة الطلب والشراء وعملية التبادل التجاري على مستوى العالم بشكل كبير. وهذه الأزمة قد تصل وتمتد، ليست فقط هتصيب الدول يعني الفقيرة والدول النامية، ولكن بتصيب حاليا الدول الغنية أيضا. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.